أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم أنخلة من قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. أما بخصوص وصفتنا لهذا اليوم فهي الميني تارت بالتفاح والجوز. هكذا تبدو وصفتنا بعدما انتهيت من إعدادها. لذيذة شهية وتنفع لأعياد الميلاد وأعياد رأس السنة الميلادية. كل عام والجميع بألف خير. تمنياتنا للجميع بسنة سعيدة. والآن أحبتي هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير الميني تارت بالتفاح والجوز. معي أنا أنخلة. باموس. والآن إليكم المقادير. مقادير وصفتنا لهذا اليوم بسيطة جدا وهي كالتالي: 5 حبات من الجوز، 2 حبات من التفاح. سنحتاج إلى 2 ملاعق شاي من القرفة أي الدارسين، 2 ملاعق طعام مملوءة من السكر الأسمر، وتارت جاهز. العلبة يأتي فيها 16 قطعة. ها هي جميع مقاديرنا. بإمكانكم أيضا مضاعفة المقادير حسب عدد الأشخاص لديكم. والآن إليكم طريقة العمل. سأبدأ أولا بتنظيف التفاح من البذور بهذا الشكل. هكذا تبدو بعد تفريغها من البذور. وها هي الحبة الثانية وبنفس الشكل أعمل على تفريغها من البذور. هكذا. بعد ذلك سأبدأ بتقشير حبات التفاح من قشرتها الخارجية. وصفتنا لهذا اليوم بسيطة جدا، لا يستغرق إعدادها أكثر من 10 دقائق. علما بأن وصفاتنا هذه أحبتي خاصة بقناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. هكذا تبدو معنا الحبة الأولى من التفاح بعد تقشيرها، وها هي الحبة الثانية. أقشرها بهذا الشكل. الآن وبعدما انتهيت من تقشير التفاح سأبدأ بتقطيعه ناعما. في هذه الأثناء سأحتاج إلى قدر صغير سأضع فيه التفاح بعد تقطيعه ناعما. ها هو هكذا يبدو التفاح بعد تقشيره وتقطيعه. سأضعه في القدر الصغير. ها هو هكذا. هكذا يبدو معنا التفاح. الآن سأضع له 2 ملاعق طعام من السكر الأسمر. هنا أنا استخدمت السكر الأسمر لأنه يعطي مذاق ألذ من السكر الأبيض. الآن سأضعه على النار على أن تكون متوسطة دون أن نضع له أي قطرة ماء، ذلك لأن التفاح فيه ماء سترونه بعد قليل عندما يبدأ. بتفاعله مع السكر وهو على النار نقلبه قليلا وبعد ذلك ننتظر حتى يبدأ بالغليان.
في هذه الأثناء سأعمل على تكسير حبات الجوز. وبعدما كسرت الجوز سأحتاج إلى لب الجوز فقط. ها هو، هكذا يبدو معنا. وبعدما ذاب السكر وعاود التقليب التفاح مع السكر وهو ما زال على النار. وها هي علبة التارت الجاهز. وصفتنا لهذا اليوم حقا لذيذة جدا، جربوها ستعجبكم بكل تأكيد. بعدما فتحت التارت أضعه في الطبق الذي سأعد فيه وصفتنا لهذا اليوم. وأعود تقليب التفاح مع السكر وهو على النار. في هذه المرحلة سأبدأ بتفتيت التفاح وهو ما زال على النار بواسطة الملعقة. هكذا يبدو معنا التفاح. أترون ما زال هنالك الماء، لم ينشف من ماء التفاح بعد. أنتظر حتى ينشف تماما. الآن أطفأت عنه النار، أترون ليس هنالك أي ماء، فقط التفاح مع السكر المذاب داخله. سأضع له ملعقة شاي أو ملعقة كوب من القرفة أي الدارسين، أقلبه، أتركه حتى يبرد، وبعد ذلك سأعود العمل به. الآن وبواسطة ملعقة الكوب سأبدأ بحشو التارت بالتفاح المذاب مع السكر والدارسين. أستمر حتى نفاذ الكمية معنا. الآن سأبدأ بتزيين التارت بقطع الجوز بهذا الشكل.
وهذا هو الشكل النهائي لوصفتنا لهذا اليوم، تارت ميني تارت التفاح بالجوز. هكذا يبدو. بهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم، ميني تارت بالتفاح والجوز، قد أصبحت جاهزة للتقديم. بألف صحة وعافية أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. بألف صحة وعافية. كما ذكرت لكم في أول الفيديو، وصفتنا لهذا اليوم تنفع لتقديمها لضيوفنا وأحبتنا وفي مناسباتنا السعيدة. جعل الله أيامكم كلها سعادة ومسرات وأفراح. تنفع أيضا لأعياد رأس السنة الميلادية. وقبل أن أختتم هذا الفيديو معكم أصدقائي، انتظروا تفاعلكم مع قناتنا من خلال الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جميع إشعاراتنا اليومية، ومشاركة هذا الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم ليصل إلى أكبر عدد من مشتركي اليوتيوب، وبالتالي وصوله إلى محبيه. تفاعلكم الجاد مع قناتنا من خلال التعليقات أيضا أصدقائي يسعدنا. اكتبوا لنا في التعليقات من أي بلد أنتم تتابعوننا، معرفة ذلك بالنسبة لنا يسعدنا. انتظروني بوصفات جديدة. كنت أنا معكم أنخلة من قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا، وكل عام والجميع بألف خير. أديوس.